يعني أولا الضربة الإيرانية مؤكدة، وهذا ما أكده قائد الجمهورية الإسلامية في خطبة عيد الفطر عندما هو تولى لأول مرة منذ سنوات طويلة إلقاء خطبة عيد الفطر وهو حامل سلاحا، لأن هذا يعني نوع من عادة إيرانية بحمل السلاح عندما يكون في خطبة عيد الفطر أو خطبة الجمعة. وعندما يقول السيد الخامنئي أن إيران سترد، يعني سترد، يبدو واضح خلال الساعات الماضية أن الإيرانيين أبلغوا بعض الدول العربية، ووصلت هذه المعلومات الأمريكية، أنه إذا قامت أمريكا بالمشاركة مع إسرائيل بالرد على إيران سيتم استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة. من هنا يمكن استنتج الأمريكيون أن الضربة أصبحت وشيكة، لكن الإيراني يعتمد أولا على أسلوب المفاجأة، لأنه لا يمكن توجيه ضربة عسكرية في ظل استعداد أمريكي وإسرائيلي للرد على الصواريخ أو الرد على الطائرات المسيرة. ثانيا الإيرانيون حسب ما الملاحظ يلعبون بلعبة يعني الأعصاب مع الإسرائيلي، يجعلون الإسرائيلي يقوم بحالة استنفار منذ أسبوع تقريبا، وهذه انعكست سلبا على الواقع الإسرائيلي حتى تكون الضربة مفاجئة. أنا تقديري يعني لا أستطيع أن أقول الأيام القادمة أو الساعات القادمة، لكن الضربة لن تتأخر كثيرا، وسيتم استهداف إسرائيل مباشرة وليس عبر الوكلاء كما يقول البعض أو حلفاء إيران، لأن السيد الخامنئي قال بالعبارة الواضحة والصريحة أن ما تم ما جرى في دمشق ليس استهداف أرض سورية، هو استهداف أرض إيرانية، لأن القنصلية الإيرانية تعتبر أرض إيرانية، وهذا اعتداء على إيران ومن حق إيران الرد. نحن ننتظر، لا طبعا ليس عندي معلومات حقيقة، لكن حسب مصادر الإيرانية التي أتواصل معها أن الضربة قادمة ولن تتأخر كثيرا. طب أستاذ قاسم، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن تل أبيب تستبعد أن إيران ترد من داخل إيران. من أين ممكن أن يكون الرد إذن؟ من سوريا، من ربما هجمات حوثية، ربما هجمات على سفارات إسرائيلية حول العالم، ماذا في المعلومات؟ أنا حسب معلوماتي أن الضرب سيكون من إيران، وأن الإيرانيين يستعدون اليوم ويجهزون سواء على مستوى الصاريخ أو الطائرات المسيرة. طبعا هذا يتطلب تجهيز لوجستي، لأن المسألة ليست سهلة، لأنه ليست دولة يعني بمعنى قريبة من إيران، تحتاج إلى كيلومترات طويلة. إسرائيل في حالة استنفار، لأنه أي ضربة إذا لم تكن ضربة قاسية ومؤذية لإسرائيل ستسمح لإسرائيل بضرب كل سفارات إيران في المنطقة ولا تجد من يرد عليه. أما بالنسبة للمناطق الأخرى، نحن أساسا في حالة مواجهة، يعني اليمن تخوض مواجهة، العراق، لبنان. هلا إذا تصاعدت الحرب وهذا أدى إلى استنفار قوى الحليفة لإيران في المنطقة، في حال ردت إسرائيل على الضربة الإيرانية وتوسعت الحرب، أنا برأيي كل الجبهات ستكون احتمال اشتعالها. لكن فعليا وعمليا وحسب أكثر من مصدر إيراني أن الرد سيكون إيرانيا، وهذا ما أكده حتى السيد حسن نصر الله في آخر خطابين له، لأنه لا يمكن لإيران أن تتكل على أحد بالرد على اعتداء جرى على أراضيها مباشرة. هذه نقطة مهمة، وهذه لها علاقة حتى بالمنطق الإيراني الداخلي، ما يسمى الكرامة الإيرانية، لكي تبقى إيران قوية تجاه مواطنيها على الأقل أو تجاه العالم، أن لا تسمح لأحد بالاعتداء عليها. لكن قدمت صحيفة جيروزاليم بوست تحليلا لأنواع الهجمات التي يمكن أن تنفذها إيران، من بين هول السيناريوهات أن تدفع إيران بحزب الله إلى توسيع الجبهة في الجنوب، بحيث إسرائيل بتصير بتواجه حربين، حرب من الداخل من الجنوب مع حماس، وحرب شمالا مع حزب الله. كيف تقرأ هذا الكلام؟ أنا حسب معلوماتي حتى الآن حزب الله حريص على عدم الذهاب إلى حرب واسعة، وهذا ما حصل خلال الأشهر الستة الماضية إلى اليوم، يعني منذ بدء حرب غزة، رغم حجم الضربات التي تلقاها حزب الله ولبنان طيلة الأشهر الستة وسقوط عدد كبير من الشهداء، حزب الله حريص، وهذه طبعا برسم كل اللبنانيين الذين يتهمون حزب الله بأنه يريد أخذ لبنان إلى حرب، حريص على ضبط النفس، أقصى درجات ضبط النفس طيلة الأشهر الماضية، وأكد أن المصلحة الوطنية هي التي يعني تتحرك أو تحرك أدائه في المرحلة. أنا لا أعتقد أنه في هذه المرحلة حزب الله سيقوم بعمل لخدمة إيران بالمعنى أو ذلك، لكن إذا تعرض لبنان إلى اعتداء إسرائيلي حزب الله جاهز، ولكن فعليا إيران هي التي سترد، ولن إلا إذا صعدت إسرائيل الجبهة كلها، وهذا ما يريده نتنياهو منذ فترة. وحزب الله مستعد حسب معلوماتي لأي توسعة للجبهة في حال قامت إسرائيل بذلك. أما أن يكون تصعيد الجبهة
فقط لمساند إيران غير مستبعد، لكن هذا المرتبط بالوضع بغزة كذلك. كلما تصاعدت العمليات في غزة، حزب الله يساعد عمليات في الجبهة الجنوبية. اليوم نحن نلاحظ في الأيام الماضية يعني في تراجع بنسبة العمليات أساسا، وطبعا أمس يمكن صار في إسرائيل وسعت دائرة الاستهداف إلى منطقة جبل ريحان ورمتا، لكن حزب الله عملياته لا تزال تقليدية في الأيام من خلال عيد الفطر وبعد عيد الفطر. هلا ماذا سيجد في الساعات أو الأيام القليلة لا أحد يستطيع يمتلك معلومات، لكن حزب الله جاهز لأي توسعة للحرب من قبل إسرائيل.